حسب نوع المتوفر بالسوق. تمام، الترك بنحل بلتر، السوري تبع المنظمه الصحه العالميه بنحل بلتر، بتبرد شوي بتعصب بتحلى بحل التحليه الليمونه والبرتقالي. ليش بنحليه؟ ما بصير نخليه شراب ما بصير شيء ولا سكر، ما بنحط له سكر. اذا حبينا نكحه عصر الليمونه والبرتقالي. بعد كل اسهال 5 الى 10 ملي على الكيلو. بعد كل اسهال اوكي، هذا اذا الولد وزنه 10 كيلو بدنا نعطيه 50 ملي، يا 50 يا 100 ملي. وزنه 20 كيلو 100 الى 200، واضح؟ 5 الى 10 ملي ياكل كيلو، واضح؟ بعد كل سالب فيها الام تبروتين بدها حضنها بتشربها بالمعلقه شوي شوي تبرد شوي ومنكهه بحسب الجمهوريه والبرتقالي. تمام؟ وبنعطيه شراب زيت. ايش بنعطيه شراب زيت؟ واذا سخناه بنعطيه استامول. عادة ما بنعطيه بروفيل، ليش ما بنعطيه بروفيل؟ لان البروفيل اذا الولد عنده اقياء واعطيته اياه ام ار بي بدك اياه بقرحة شدة. تمام؟ ايش بنعطيه معه؟ ستامول. البروفيل اذا ام واي وعم تعطيه مع الاكل ما في مشكلة. ما في مضاد الستة كان بالسعر، بس نحن عادة ما بنقول ايش خوفا نكون معدته فاضي ولا ضارين وغير شيء عم سهل وراجع. بس الام ما بتدخل دكتورة او بتدخل دكتور حضاري هم قرار في شيء 5 10 مللي ما بتعرف. الام عندها بتفتح الخزينة بتشوف كم كاسة، فنجان قهوة، كاسة شاي، كاسة شراب. هذا بيحط لها ثلاث كاسات في البيت. افتح لها زينة. سلام. كاسة فنجان قهوة، كاسة شاي، كاسة شراب. فنجان قهوة 50 ملي، كاسة الفنجان الشاي أو كاسة الشاي 100 115 ملي، وكاسة عصير كثيرة 250 ملي. هيك بتقولوا لها، أنتوا دكاترة، ما بتقولوا لها 15 ملي تفتح تبنى ولا ايش فتح 115، ما بفهم. كاسة شاي، كاسة شراب، كاسة فنجان قهوة، فنجان قهوة 50 ملي. مضبوط. الشاي تقريبا 100 120، العصير او الشراب 200 150. هذا على هو غير الكولا والعصير صاروا يضيفونا كاسة صغيرة، حتى البيبسي كانت كبيرة صارت البيبسي 150 ملي، كانت تيجي 150 ملي مضبوط، بس هيك النورمال يعني. واضح؟ إذا عرفتوا التعليمات اللي بتشرب شو؟ بس محلول البلافونجي 5 إلى 10 زيادة سهلة بنرجع بنقيمه. ها يعني الولد بجوز هلا اليوم تعرف ايش بشوف 50 60 ولد اليوم 30 ولد شفتهم سهلين بيعملوا بالكشفاء، بيقعد بعد ساعتين يدخلوا بالكشفاء وعم تاخذوا. بس الهدف انه ما يدخلوا انتي بيوتيك ما في داعي، لانه اشياء عشان الاسهالات شو هو؟ فيروس روتا فيروس، واضح؟ ما في داعي انتي بيوتيك. لا جيل لا جيل، هي شغل عمو الصيدلي مو شغلنا نحن دكاتره. نادي الله يرحمك حكيم الفاجئ، يعني الفاجئ انا كنت 10 سنين كيف حكيته. اما انا ما في شيء اسمه فاجئ. دكتور الله اعلم ابن مساح العطيف فاجي اخذ قاضي كمان بس هيك. تمام؟ بقول لي نعطيه فلاجي قبليه. فلاجي ضد طبعا هو الزلمه ما بيعرفها يعني، هو حدا ما يسمعه فلاجي، فلاجي ما في فلاجي بس زين. اذا في مراجعه اما دومريدول او ليبومي. تمام؟ متوكان متوكان الصوديوم ما بيستخدم ليش؟ لانه بيسوي اعراض خارج حرامية. يعني ما بيصير ممكن يبدا يسوي اختلال هو اعراض قاضي فرمي بشوي. واضح؟ جينا على التشفيات المتوسط. التشفيات المتوسط في فريقين علاج. تسريع علاج وبياني علاج. اولد اند نيو. طبعا منظمه الصحه العالميه او البلدان المتخصصه اللي فيها او الناميه شو بيسموها كنا بنشر الاطفال بحلب عن غرفه اسمها غرفه الدماء. بنجيب الحاله اللي بيسموها ترقص كبير ومحلول كهرباء. ترقص لون اصفر طرفتو مثل الحرق بتعرف حتى لما هيك بتكون فرنس كبير بتخبطه بتحط العشره بتقول مي و20 ظرف املاح بتربوا بتبردوا شوي ومن برا كريم بنعطي 50 ملي على الكيلو من محلول الفاعل مفعول 100 خلال ربع ساعه. ايش نعطي؟ 50 يعني لو وزن 10 كيلو بنعطي نص لتر بنعطي له نص لتر الام ولا بنروح عندنا بالغرفه بالسلامه اربع ساعات شربي بس قول انينو ميرسي واتس بالمعلقه شوي شوي. تمام؟ واضح؟ هي الطريقة القديمة كانوا يعالجوا فيها. حتى أنا مستغرب من البداية الإعلامية ما خرجت من عند المستشفى المتوسط يعني مو بالمشفى، إذا مشفى عندي في الضيعة أنا بوسع 10 سبرة، أم أحمد عنده 10 أولاد وجارته عندها 10 سهلوا بتعبي لنا المشفى بس في بعض المستشفى وقت الحالات اللي رفع البيت معنا محلات. عرفتوا ليش؟ قدام الإعلامية دائما المحلات محدودة، دائما السيفير للحالات الأشد. إذا هي الطريقة 50 ملي على الكيلو خلال أربع ساعات، بعد أربع ساعات بنرجع نقيم علامات 50
شفنا ضل بعض الشفاف نستضيف اربع ساعات ثانية نعمل الوقت. صار لك شفاف نكتب له وصفة عليه، صار شفاف شديد نحكي عليها. تمام كل اربع ساعات بنجرب فينا، هي الطريقة اللي كنا نتبعها زمان. أنا في عندي مشروع هالطريقة اللي بحبها، أنا أعمل شيء اسمه قبول مؤقت. بالمشاريع التركية وفي كل دول العالم في شو الخور المزيلي أو الرد الأحمر هذا عاجل، في اللونو يولو أو الساري الأصفر هذا متوسط الطغون، يغرف إقامة مؤقتة. تمام؟ وفي عندنا الجرين أو اليشيل الأخضر هو هذا المعاينات العادية. هذا وين بيقعد بالشرق المتوسط قبول مؤقت أربع ساعات. طول أربع ساعات أو ست ساعات. بنعطي كمان رينجر لأكلات. رينجر لأكلات ايش بنعطيه؟ رينجر لأكلات 50 مليار كيلو إذا عمره تحت السنة خلال ست ساعات فوق السنة خلال أربع ساعات. كل ما عمره أصغر بده مدة أكثر عكسا. ليش؟ لأن الخوف من السنة عنده بردات. إذا عمره تحت السنة ايش بنعطيه؟ ست ساعات. هو سنين؟ أربع ساعات. خلاص. كيف أسمي قلاج؟ ها؟ رنجل لك 50 مليار كيلو خلال أربع أو ست ساعات. واضح؟ قوم. مين دور مين؟ التصوير ايش وكلكم عم تحضروا ليش عم تصوروا؟ الكل عم يحضر عشان نرجع لبلان ثاني. يلا بنتي ايش اسمك؟ نور. تفضلي يا سيدي. نور عمرها 6 اشهر راجعت قصه اسهال واخياء منذ 3 سنين. كيف شغلات هذه؟ عمرها 6 اشهر وزنها 7 كيلو. هذا وزنها نور 7 كيلو. بالفحص تبين ما يلي لديها هياج عقدت الجلدية تشرب الماء بنهم لديها سم جلدية ترتفع ببطء لا تسالني لا جفاف بالأقشرة المخاطية لا غبار عين هذا سؤال فحص المقابل لفحص تخرج حتى فحص تخرج نشوف المريض تتخيل تسألوه تقولوا لي قديش شفاف وشهادة تمام سم جلدية 3 ثواني لا غبار عيني ولا سم جلدية السؤال الشق الأول حدد درجة الاكتشاف الشق الثاني العلاج تفضل يعني انا اسمك المريضة كما تفضل هي عندها بلاك عربي اللي هي عندها بلاك عربي جواب جواب الجفاف متوسط 5% او بسموه بعض المراجع بعض التجفاف بالدرجة الاكتشاف بسموه بعض التجفاف تمام 5% خطة علاج قديش؟ 50 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 ست ساعات تكفي الساعة 3 عصرا من 9 مساء 350 مليم كم مرة بدأ جاهز من رودري؟ 6 ساعات قلنا 6 ساعات ليش دخل روشن؟ أصل الكمية على عدد الساعات 350 تقسيم 6 بطلع معي كم رقم بدأ إياه في جهاز سيروم بضرب بالثلاثة 300 على 6 ضرب 3 إذا بدنا على الثالثة قلنا الكمية على عدد الساعات 350 ملي بالساعة واضح؟ واضح يا جماعة؟ تمام 350 350 عفوا 350 7 ضرب 50 350 واضح؟ اي 3 ساعات العمر قلنا عكسه مع كل ما زول العمر بنزيد الزمن عكسه مو ضربه تمام؟ ليش مصنع البردات؟ في حدا معرفة على المرض بشفاء في أسهل منك؟ المريض طار وأربع ساعات وست ساعات تاني يوم جابكم سطل لبن غنم وجعتكم على عيالي أخشكركم تمام؟
في حدا معنا على بعض الشباب شو رايك على اليوم بيعمل شيء هسه سؤال كونفيوز شايف في التليفون هسه ما بدينا بيجا لك شيل عدد الشباب الشبي بيكون على 200 من 5 علامات واكثر يعني واضح سنة الحد الشباب الشبي تمام او الشباب 10% قد يكون الكثير احكم 10% ما عدد الكثير احنا عطوكم شيء مبسط الله في 5-6-7% احنا عملنا تدخل فتقولون 5% و 10% يعني بتشوفوا البراجة مفصلين احتى الدخل يعني شبابي وكتور مع قابلين انا شمع اكثر اكثر جيد الشباب الشديد يا زملاء في عنا وشيء اسمه ضيف في المحل وتروح على محل يجيب ضيفهم في الجامعة هو دروبسي كمان بيخذ 20 كيلو حلو ضيف على وقت حلو ضيف في جنياتها نحن عنا ضيف في المحل في الشباب الشديد 20 ملي على كيلو من جمع الأكلات خلال نص ساعة أو ساعة أي ما خلال ساعة أو ساعة من جاري تحسن قديش ساعة فوق السنة نص ساعة هاي ضيف في المحل ولد متجفري بتاعي أنا فاضي غايب على الواي تحت سنة الشهر خلال تحت سنة خلال ساعة فوق السنة خلال ساعة هاي ضيف في المحل الشو عايز ما ذكرت المحل لا ذكرت قلته أنا يمكن نعطيه قلنا خلال نص ساعة أو ساعة هاي ضيف في المحل 20 مليار كيلو تمام إيش نعطي أول ما بيجي طبعا يا زملاء الشباب الشديد اول ما واضح لما بصير عندنا هذول قصور ما قبل كلوي ايش بصير معهم قصور ما قبل كلوي شو معنى قصور ما قبل كلوي لانه ما عندي قصور هذول احسن الشباب هلا عندي كحفيته الاستاذ احمد عيد لانه المشفى متجفف انا قلت له بدك تعمل دراج بقول له عندك 91 بكره بتنزل مباشره ليش رد الشباب واضح ماشي يا جماعه ايش هذا تكون الشباب واضح بقول الكرياتين كلهم بتحسن اذا ما رح ما تعال الشباب شو بصير معي انا قصور بس عندي قصور كلوي غير عقل مستخدم انا بيه كلويه شوف المريض جامد من الشباب بس ساعته مصوب دخلت قصور كلوي حاد سببه ما هو ما قبل كلوي مو بصير عندي كلوي واضح طيب انا ضيفت المحل شو 20 ملي على المحل هاي جدا هامة أنا بعرف عيادتي ما عندي مشفى ما ببعت مريض على مشفى تاني من هون عزاز وما مفتح له وريد ما تفشلو حتى لو ما عندي وريد ما عندي شيء بحط له يوتيوبر سرب له الشو الأوزمو 20 مليار كيلو بس أفضل محلول من قبل الأكتاف هاي يعاقب عليه القانون في الدول العالم ما في واحد يبعت مريض والله متجفف وما فتح له وريد تمام تبعته تفتح الوريد تعلق له هاي على الطريق حتى بيسربوه يبقى يعني بنوصل على المشفى الثاني اذا ما عندي محلات او ما انا بعرف عياده بريف كذا هاي بتشوفها بكره بالاقامه كذا ما عندك محل لا تبعته والله من 10% وتعطيه في المحل وعطني تمام بدل الخطه بتسحب الشوارع تبعت معه النتيجه كذا بتشتغل فيه هذا روح عمو حمد 9 شهور تمام قد يكون ابني ابنك اخوي اخوك تمام طيب بعد شو بنعطي 100 على الكيلو خلال 4 أو 6 ساعات نسبة التشفاف قديش التشفاف هو 10% 10% يعني 100 5% يعني 50 واضح؟ قد نعطيه بس هون نحطه سوائل 5% مع صوديوم مع بوتاسيوم هذا بدون تركيزه قد ايش صوديوم بوتاسيوم دائما ملاحظة هامة ما نحط بوتاسيوم إلا يكون الولاد كبار ليش؟ عشان فصول كلوي ما نحط بوتاسيوم إلا بس نحط سيروم نتأكد إنه الولد مبول الولد او البنت يعني الولد يعني جنسين ها المريض انه اذا بول اذا بول الولد بنحط له بوتاسيوم ما بول بستنى بس بول حاجه البوتاسيوم اللي بنحكي عليها لعبه واضح؟ بنعطي 100 على الكيلو ايمن بالشديد خلال 4 أو 6 ساعات 4 ايمن فوسن 6 بس هو ما بنبعته بعد على البيت بنعطيه حاجه يوميه الطبيعية فيما بقي من النهار يعني إذا عمره فوق السنة يدخل بالنهار 20 ساعة إذا بدل خلال 4 ساعات نعطي حاجة يومية خلال قديش؟ 20 ساعة الولد
اذا عمره تحت السنه يعطينا 100 كيلو خلال 6 ساعات، وهي عندي بنايه نهار 18 ساعه بعطي شو الحاجه اليوميه. الحاجه اليوميه شيء نسيناها، اول 100، اول 10 100، ثاني 10 50، ثالث 10 20. في طريقه ثانيه اعقد، هي ادق بالكتب، بتشوفها بياكل خلال 4 او 6 ساعات ثلثين التجفاف وثلث الحاجه، وما بقي بنهار ثلث الحاجه ثلث التجفاف وثلثين حاجه، هذيك ادق بس هي اسهل. واضح؟ فإذا شفتوها بينزلوا مكتوبة أو مرجع هذيك تشوفوها، هي تبع الدبليو تشوفها هذيك المراجع، يعني احنا أسهل تبع الدبليو تشوفها. واضح يا زملاء؟ هون سيروم سكري 500 مع شوارد، هلا بنحكي الشوارد قديش. واضح؟ يلا دور مين شاب ولا بنت؟ مين طلع دوري؟ لا لا أحسن معك لا. محمد طفل عمره 2 سنة وزنه 13 كيلو. اكتب الشغلات العامة بالقصة. هذا عمره محمد 2 سنة وزنه 13 كيلو. راجع الدكتور محمد هذا الفجع. شكاية لسانه وقيلة منذ 4 أيام. بالفحص تبين ما يلي: الطفل لديه وسن، عدم قدرة على شرب الماء، جفاف شديد بالأقشية المخاطية بين وسيل لسان خشبي، لسانه مثل الخشب صاير. سنة جلدية ترتفع ببطء 2.5 ثانية، هو أرعيني متوسط الشدة. عيدوا له لحفظتهم. عدم قدرة على شرب الماء. وسن، عدم قدرة على شرب الماء، قلنا لسان خشبي، جفاف جديد بالأقشية المخاطية. سنة جلدية ترتفع ببطء 2.5 ثانية، هو أرعيني متوسط الشدة. سنة جلدية 2.5 ثانية ترتفع ببطء. حتى تبقى 2.5 ثانية قلنا غور عيني متوسط الشدة. غور عيني؟ ايه متوسط الشدة. تمام. الشغل الأول من السؤال درجة التجفاف، الشغل الثاني العلاج. طبعا التجفاف شديد متوسط مو المشفى. هداك على مين؟ طبعا التجفاف شديد شديد 10%. برافو عليك. ليش؟ عندي ثلاث علامات. واضح الجفاف شديد يا زملاء حدا ما عرف، عدم تغير وسن، عدم قدره على شرب الماء، لسانه خشبي، ثلاث علامات. العلامتين الثانيات الجفاف المتوسط، بس انه بس علامتين ناخذ الدرجه لا عليك. اثنين خطه العلاج. قديش المحل شو؟ 20 على الكيلو. قديش؟ وملي جرام ملي لتر. بكم ملي يعني؟ هذا وزنه؟ برضه 13 كيلو قطع فيه 260 خلال قديش؟ خلوه هو خلال قديش؟ خلال 4 ساعات. ايش هذا السيروم؟ تكتب من قال لك الى المرضى من الساعه 3 الساعه 7 260 سم من قال لك. وبتعرف شلون تحسب النقط؟ بتقسموها على عدد الساعات بيطلع بالمترو دريم، بتقسموها على عدد الساعات بيطلع بالملي لتر بالساعه، بتقسموها على عدد الساعات ضرب 3 بيطلع بجهاز تدقيق. صار لنا 100 معلومة. هذا وزنه 1300 خلال قديش؟ خلال 6 ساعات. هذا عمره؟ خلال 4 ساعات. شو هون 5% مع شواري. بس ما بنضيف بوتاسيوم بنكتبها للمرضى بوتاسيوم بعد التبول، بس بول ولا بنضيفها بوتاسيوم. تمام؟ كمان شو؟ بس 24 ساعة نهار. 24 ساعة نهار. بعد حاجة يومية خلال قديش ما بقي من النهار؟ قديش حاجة يومية هاي؟ ضل 20 ساعة. اي قد ايه قد ما في؟ حاجة يومية قديش حاجة يومية؟ قلنا أول 10 100، ثاني 10 50، 13 كيلو قد حاجة يومية؟
1150 توزع زمان 1150 خلال وكثر خلال ربع ساعة ثم 1150 خلال 20 ساعة. بس دائما من وقت يا زملاء قلنا من 3 إلى 7 بعد ما قلنا من 4 إلى 3 من وقت وكل ساعتين بدهم توقف الطفل إذا ما بيغسلوا ما ليش ما يكون نص ساعة في محل كتب جبت خلال نص ساعة ما يحطها ساعة نص ساعة جبت في محل نص ساعة ساعة ويرد ركع ساعة بشكل بيت خلال 20 ساعة نص ساعة هيك نص ساعة ما في محل خلال 1150 1500 ثم 1150 مومنت هو 6.5% مع شباب خلال 20 ساعة واضح؟ في حدا ما عرفها؟ شباب ما عم دخلت بالتفاصيل اذا الولد ضل متجفف بشده مش عم تفشله دفشه ثانيه وما دفشه ثانيه نحن نحكي عن مميات شيء مفصل جدا هيك زعمت من الف كلمه الله واضح؟ واضح يا زملاء؟ في حدا ما عارف؟ طيب طلعت عندي نتيجه الصوديوم نحن مسحنا نقول 30 صوديوم وشو هيك؟ الصوديوم يا زملاء اكتشاف يصنع حسب الصوديوم الى ثلاث تصاميم اكتشاف او ناقص الصوديوم هيبو هيبا ونورمال يساوي الصوديوم واعطينا جوز دموم مفرط ناقص الصوديوم قديش؟ بيكون الصوديوم تحت 135 واضح؟ سوي الصوديوم الصوديوم بين 145 و145 تمام؟ مفرط الصوديوم أكثر هذا تصنيف التجفاف حسب الصوديوم كيف هي الخطة الكاملة كتبها فيكم؟ هاي الخطة لما بيطلع مفرط الصوديوم قال ما بصير نعوض بسرعة الصوديوم بيدخل الجوانب الدماغية بنعوض خلال 48 ساعة تمام إذا طلع عندي صوديوم 150 الخطة الجميلة اللي كتبها فيكم بعد ما سررنا 260 خلال نص ساعة بنكتب جنبها يوقف ونحط خطة جديدة بس بمفرط الصوديوم بنوقف الخطة ونحط خطة جديدة بنعوض التشفيات مع الحالة اليومية خلال 48 ساعة تمام قوم يا شطورة صار لك ساعة قوم لا قوم يا شطور قوم هلا انا بشرح هذا المريض طلع تشفافه مفرط صوديوم صوديوم طلع عنده 150 ما متعود خلال سرعه قال منعود خلال 48 ساعه التشفاف مع حاجه يوميه تمام بدل 13 كيلو 13 كيلو 13 كيلو قديش حاجه يوميه في اليوم 1150 تبي 1150 خلال يومين 48 ساعة ليش يطلعوا؟ ضربيهم باثنين باليوم 1150 باليومين قديش؟ اليوم تصرف عشرات في اليومين قد تصرف؟ 2030 مضبوط؟ التشفاف قديش بده؟ التشفاف 10% تشفاف قديش 10% قديش التشفاف بده؟ 100 كيلو 100 كيلو 13 كيلو بده تشفاف سوائل 1300 وانا واقفي كل شيء في جنبه يوقف بس صار مفرط صوديوم بغير خطه التشفاف قديش بدنا؟ 1300 1300 قلنا بنعطي حاجه يومين مع تشفاف 3 4 ساعه جدول ضرب
حاجة يومين مع تجفاف، تجفاف 1300 وحاجتك اليوم 1150، في اليومين 2300 و1300 تجفاف قديش لها معي؟ 3600 خلال 120 ساعة. تمام؟ كملي في الساعة طبعاً أصبحت 120 ساعة. بدها شيء؟ تكفي لها من 3 العصر اليوم يا ممرضة يا بعد بكرة 3 العصر تعطيها الكمية. واضحة ولا صعبي؟ تفضل. بس الصوت يوم خلاص موقف الخطة ونكمل. بنعطي خطة جديدة بس بمفرد صوت. ما فينا نعطي تعويض سريع بروح ولك. تمام؟ وفي مراجع جديدة صار يعوضوها 3 أيام بالساعة. يعوضوا التشفى بعد 3 أيام. عشان ما يصير عنده غزة دماغية في الدرجة الدماغ ويعمل مشاكل. معنا؟ طيب دكتور ايش نعطي هون الماء؟ نعطي سيروم سكري 5% مع بوتاسيوم مع صوديوم. البوتاسيوم والصوديوم اما نعطي حاجه جوية درسناها الاسبوع الماضي او في طريقه اسهل ما بدي ادخل بتاع جديده. اذا عندي انا في الصوديوم نعطي 70 ملتر كل لتر سيروم بتطلع 70 ملتر اذا ناقص الصوديوم. اذا ناقص اذا سامي صوديوم 35 اذا ناقص اذا مفرط صوديوم ناقص صوديوم بس 100 15 ملتر ارقام يعني. وانا ما راح احسب حاجه يوميه ويومين وكذا بحط بك باللتر كم لتر عندي كل لتر بحط له اما 70 او 35 او 15 20 صوديوم. والبوتاسيوم نعطي نفس الحاجه اليوميه اللي تعلمناها سامي خان بس دائما البوتاسيوم وين نحطه؟ مع نفس بول اذا ما بول وين؟ لا بدايه مين شاب طايح لنا مساله اخيره اذا ما انتبهت ساعة 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 يا جماعة أقول زميلكم الضيافة من وقفة يا أصلا يطلع التحاليل بدون نص ساعة ساعة الضيافة خلاص اشتريتي ما اشتريتي الضيافة قضية تمام بيجوا لك بيانا بيجوا لك بس خلاص ضيفي بتغذية تمام ضيفي خلاص يلا ضيفي هاي معلش عن في عم اكيد يا ضيفي ما موافق ضيفي المنافق ما بتحلي في بعض نص ساعة ولا خمسة لا 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 ما بخلص عندي ناس خمسة عشرة بس ما بدي اقعدك اكثر تفضل شو اسمك؟ اسماعي راجع طبيب بقصة إسهال وأخياء منذ أسبوع في الفحص تبين لديه ما يلي هياج عدم قدرة على شرب الماء سمنة جلدية شديدة ثلاثة خمس ثواني رفعنا له جلده حتى قرينا قل هو الله أحد والساعة ما خلصنا غوّر عيني شديد شو غوّر عيني الشديد بتعرفوا؟ اللي هو معنا موظفات بدول العالم بيجوا مكيجات على الشغل وكذا دوامه 9 ساعات تكون جاي منونخ الصبح تشوف هي مصروفة ساعة بعد 9 ساعات شغل شوف عيونها شربت كحلتها وصار عيونها هيك هتغوّر العين عرفتوا شلون بتصير معك؟ موظفة هيك بعد 9 ساعات دوام وجي يظبط شعراتها ششوار وكذا بعد 9 ساعات دوام ومع المراجعين والتلاقي شوف طالع منكوش شعره هيك تمام هاي هو الغوار العين عيونها كيف يعني تمام واحد من الساعه 6 المساء ل 3 بالليل على الوش تقوم تصير مع الساعه 3 بالليل وكان عنده مادة اطفال عيونه يا فتحوا لي بكتب مجيري بكتب لما تحط العوض الكبريت هذا الغوار العين عرفتوا؟ طيب واضح؟ طيب غور عيني شديد وسمنة جلدية شديدة أحسب خطيئة وأحسب خطيئة شديدة شو طلع معك؟ شديد كم على كم درجة كم على عنده؟ 4 علامات من الدين كانت عم تسأل مين كان عم تسأل مين شلون حدده 4 علامات استشفاء شديد خطة العلاج أنا وزنه ولا ما حسيت وزنه 8 كيلو خذ علامتين بس علامتين خلاص
بس طلع علامتين صار شديد طبعا بس عندك علامتين من علامات الشديد وقلنا علامات يا ابني خفيف علاماته الولد عم يشرب مي ووعيه جيد وما عنده زنجه جلديه وعيناه براقتان حكيناهم صار 100 مرة حكيناهم صار 20 مرة حكيناهم ولا ما حكيناهم كم مرة صار حكيناهم التجفاف المتوسط هياج يشرب بناها سنه جلديه ترتد ببطء بين 3 ثانية جفاف متوسط الأقشية المخاطية قور عليه التجفاف شديدة للخمس علامات حكيناهم بس غياب وعي أو وسام عدم قدرة على شرب الماء لأنه ما بيصير يشرب ماء سنه جلديه ترتد ببطء شديد أكثر من 4-5 ثانية هو شديد العينين وجفاف شديد الأقشية المخاطية التلسان هدول خمسة بس طلع عندك علامتين بالمستوى الأعلى بتقول الأعلى هدول خفيف متوسط شديد تفضل أنا مش مية وستين خلال ساعة بدل لك بتروح أتى المرضم ساعة لا أصلنا أربعة من أربعة يا الخمسة حكيم بعدين خلينا من هاي بعد الخمسة تطلع إليها العام أول شيء لازم أعوضه ضمن هو تحت السنة في الحاجة التجفاف لازم أعوضه خلال 6 ساعات يعني بقى من اليوم 18 ساعة لازم أعوضه الحاجة اليومية عايز تشرح لنا عن 100 ملي على كل كيلوغرام يعني 100 ملي خلال هذا 6.5 وملي جرام ملي لتر ملي لتر سنتي يعني وملي جرام خلال 6 ساعات يعني هلا صرنا من هونيك بالأربعة إلى الخمسة هو مصير بالخمسة يعني 11 كيلو تقريبا 30 تمام بعد ما بقي من النهار بقي من النهار الحاجة اليومية الحاجة هو 8 كيلوغرام يعني 800 مية خلال 18 ساعة طبعا هذا الحكي طبعا ما تطلع طيب كل الصوديوم 160 شو بتعمل يا جفور ما بتكتب تكتب بيوقع حط لنا وسيلة على الخطة تكتب ما في شيء اسمه طب شخبطة شخبطة يعني كم أزمة نحط بيوقع تمام ايوه ايش نعطي يلا نعطي حاجه بتشوف مع الحاجه اليوميه 42 ساعه ثلاث ساعات الحاجه اليوميه على يومين 800 2600 هاي بتشوف زائد حاجه بتشوف انا 800 على 42 ساعه تمام في اسهل منك شايفين شوف برافو تمام في اسهل منك يا زملاء في حدا طلع بعد الاستشفاء نفتح عيادات بكره نوصي على الاورمار مين كان عنده سؤال؟ تفضل بالدرجه الاولى انه كل شيء عم يشوفه طبيعي كيف عم نعرف انه ما عنده تشفاء؟ بالاصل ما في تشفاء قلنا لا تشفاء بالدرجه الاولى ايش عم نقول؟ لا تشفاء هو ما عنده تشفاء معقول سهل وريجل بس لا تشفاء عشان ما يدخل تشفاء عم نعوض له شيء عم سهله 5 ملي وزنه بعطيك السهل ما عنده هو ونحن صنفنا لا تشفى ما عندنا تشفى انه لا تشفى غيره مين عنده سؤال؟ خالصين؟ تفضل يا زلمه بس الحاجة اللي بنعطيها ليومين اي من وقف اول شيء كلهم يومين بتبدا من الساعة الساعة 6 المساء طلع تحت بتبدا من 6 المساء يا بعد 6 المساء في مراجع تحتية طبعا في تجفاف ناقص الصوديوم بحطوه بالطب الطوارئ سمعت شلون ترفع الصوديوم هذول مرة بتكون فيها بس بترسيها بطب الطوارئ الصوديوم المرغوب ناقص المطلوب ضرب صفر زائد كي ضرب الوزن خلال اربع ساعات او الصوديوم هذول مرة بتكون بس انتم بتعرفون طب الطوارئ شوارب يا جماعة اساس الطب هو السوائل والشوارب شو معنى اساس الطب؟ سوائل وشوارب شو ما يشرب هيك ما بعرف بيجيبوا شارب بحط له دواء كله محسوب اول شغله بالطفل ايش بنعمل له لما كله جرعه دواء؟ وزنه عمره ووزنه ليش عمره كمان؟ ما كان في وزنه عمره اول سنه طريقه شيء تحسين طيب دكتور سنه ويوم خلص نحن السنه واضح؟
ليش ما ليش هي دائما الحدود. ليش سكر 126 فوق ارتفاع سكر 125 يعتبر طبيعي؟ خلص هيك محددين، واضح؟ هدول محددين هيك الاعمار. في حدا عنده سؤال او كمان رح اشوفكم.